حياكم الله أحبائي في كل مكان، حلقة جديدة من برنامجكم في طريق الرحمن. نلتقي مع ضيوفنا القس بيتر مجدي والمرنم منير حبيب. في برنامجنا ندردش ونتكلم حول لقاءات السيد المسيح وبعض المعجزات الذي عملها السيد المسيح. أنا متأكد أنه كل حلقة فيها درس، كل حلقة فيها عبرة. إذا تابعت برنامجنا صديقي، أتمنى أنك أنت ما تبخلش علينا بكل تعليق أو إذا عندك ملاحظات. في نهاية كل حلقة احنا نقدم عنواننا علشان تتواصلوا معنا. أتمنى أنكم تتابعوا حلقاتنا، ودائما نستنى منكم التعليقات والملاحظات. تعالوا الآن يا أصدقائي نروح نتابع حلقة اليوم من برنامجنا في طريق الرحمن. حياكم الله وأهلا وسهلا. أهلا وسهلا، أهلا بيك. حيا الله المشاهدين وحلقة جديدة من برنامجكم في طريق الرحمن. نتجمع ونلتقي من وقت للثاني عشان نتكلم ونناقش ونتأمل في خطوات مشاها المسيح، لقاءات، معجزات، أحداث، تعاليم، وكل مرة نتعلم درس جديد. نعم. اليوم نشين نتكلم عن معجزة من المعجزات الخارقة الغير طبيعية. أيوه. اللي المسيح صنعها لما كان موجود على الأرض. وكل الناس الذي عرفوا شخصية المسيح عرفوا أنه المسيح يمتلك معجزات، فمن أهم معجزاته إقامة الموتى، صح؟ صحيح. فكم معجزة أقام فيها المسيح الموتى في الكتاب المقدس؟ هو اللي اتكتبوا وذكروا بوضوح عن إقامة الموتى اللي عمله المسيح طبعا أكيد كتير، لأن في إنجيل يوحنا بيقول لو كتبت كل معجزات المسيح مفيش كتب صحيح. في الوجود تحتملها. لكن إحنا عارفين إن في معجزة إقامة العازر من الموت، ومعجزة إقامة ابن أرملة نايين، ومعجزة إقامة ابنة يايروس رئيس المجمع. طيب المسيح لما كان يعني يعمل هذه المعجزة كان قادر بالأولى إنه ما يخليهمش يموتوا من الأساس. إيش السبب يسمحوا إنهم يموتوا بعدين يوريهم؟ هل السبب إنه الناس اللي يتابعوا كانوا يشوفوا حية؟ أعتقد إنه المسيح عايز يعلمنا إنه كلنا بشر وكلنا هنموت، معرضين للموت، لكن هو كان ليه قصد أكيد من كل معجزة ذكرت. يعني مثلا لعازر أقاموا بعد 4 أيام. نعم. ابن أرملة نايين ده بعد ساعات من وفاته، لأنه واضح إن هما كانوا في الطريق للدفن حاملين الجنازة وحاملين النعش. أما ابنة يايروس اللي هي موضوع تأملنا النهاردة، دي كانت ميتة طازة زي ما دي على طول، لسه دقائق مثلا، من وقت بسيط جدا. طيب ممكن تحكي لنا قصتها؟ القصة إن كان يايروس رجل رئيس في المجمع وزوجته، وانا بتخيل ان يمكن بنتهم دي جت بعد وقت متاخر في بعد زواجهم، وكانت هي فرحه البيت. أيوة. والبنت من طفولتها ابتدت تكبر، فرحه قلب ابوها وفرحه قلب امها، وكانت سبب سرور غير عادي في البيت. وفجاه وصلت سنها 12 سنه بعد زمن وعمر، وصلت لمرض مرضت. وبعد كده المرض ابتدى يشتد عليها فوصلت لحال الموت، وبعديها مات. الراجل ابوها عرف وكان سامع عن معجزات المسيح، ويمكن التقى بيه او شافه قبل كده، سمع انه قدير وبيقيم من الموت، فبحث عن المسيح وعرف هو موجود فين، وجري ركض وخر عند قدمي يسوع وقال له من فضلك ادخل بيتي. وهو بيكلمه واحد جه من البيت قال للراجل يا عيني يايروس، كلمه محزنه، كان عنده امل ان المسيح يشفيها، فقال لي يايروس لماذا تتعب المعلم؟ خلاص بنتك ماتت. مسيح رقيق له كل المجد، رب المجد يسوع سمع، فكان عايز يطمن قلب الراجل، قال له ما تخافش بنتك ما ماتتش ولكنها حية، دي نائمة. فاستغرب الراجل، راح قال له تعالى أنا هروح معاك البيت. فأول ما دخل زحمة في البيت وناس بتبكي والجيران، فالمسيح قال له انتوا ليه بتبكوا؟ لم تموت الصبية ولكنها نائمة. فأول ما سمعوا استهزأوا وضحكوا، ضحكوا عليه. فالمسيح قال له مدام بتضحكوا ضعف إيمانكم، مش من حقكم أن انتوا تشوفوا المعجزة قدام عينيكم وهي بتحصل. أخرج الكل، وكان معاه بطرس ويعقوب ويوحنا، ثلاثة من الرسل التلاميذ، وأبو البنت وأمها. فدخلوا ستة، ورب يسوع الأب والأم والمسيح ثلاث تلاميذ ستة، وصلوا لأجل البنت. رب يسوع قال لها يا صبية قومي. الكتاب المقدس بيقول إنها قامت البنت ومشيت، وقال لهم اعطوها لتأكل. فدي كانت المعجزة
بتاعتنا كده بتفصيل بسيط. طيب هل في ارتباط بين كل معجزة كدرس روحي؟ يعني معجزة إقابة الموتى، هل الدرس الروحي منها واحد؟ أكيد الرب عايز يعلمنا دروس متنوعة. زي ما قلت في الأول إنه هنا ربنا بيعلمنا إنه هو ليه سلطان على الموت في أي وقت. نعم. والنقطة اللي قالها أخويا هو بيحكي القصة، وهي إن الرب قال للأب ما تخافش، بنتك مش ميتة، بنتك نائمة. لما وقفت عند النقطة دي حسيت إنه ربنا عايز يعلمنا إن الموت في نظره زي النوم. هذا الذي أنا كنت أسأل، هل كانت من وجهة نظره أو حقيقة كانت نائمة وهو عارف ومش عارف؟ 100% هي كانت ميتة حقيقي وهو عارف إنها ميتة. الجميل في الرب على فكرة وهو رايح يعمل معجزة إقامة ابنة تايروس إنه هو في السكة كده عمل معجزة تانية. بسبب المعجزة التانية اللي هي لما شفى المرأة نازفة الدم اللي ليها 12 سنة بتنزف، إنه في نظر الناس اتأخر، عشان كده جه الراجل دوت اللي أحبط أخونا يايروس بالأخبار وقال له ما تتعبش المعلم، ابنتك نائمة. برضو لما تفكر في العبارة دي، ابنتك قد ماتت. لما تفكر في العبارة دي، الراجل ده الرسول دوت، رسول الغم ده، عايز يقول يايروس المعلم العظيم ده كان يقدر يشفي بنتك من المرض، وهي مريضة وهي مريضة كان تقدر ممكن يشفيها، بس الآن ما فيش أمل. بس دلوقتي الموضوع في إيد ربنا، في إيد ربنا، وهو مش واخد باله إن الواقف ده له كل المجد. والله. له كل المجد، هو ربنا نفسه. أمين يا رب. فالرب عظيم، من يعني تأخير الرب إنجاز التعبير من وجهة نظرنا إحنا، إنه يروح مع يايروس يشفي بنته المريضة خلاه راح أقام بنته من الموت. سؤالي ليك يا أخوي أشرف، أيهما أعظم، أنه كان يشفيها من المرض ولا أقامها من الموت كمعجزة؟ لا، كمعجزة أنه قيمها من الموت أكيد. بالضبط، فدي بتدي مجد أكبر لله. كل معجزات المسيح ما كانش هدفه أن الناس أول المسيح قام، البت قامت من الموت كده يعني، لا المسيح هدفه دايما يرجع المجد لله. دايما كان بيمجد الآب في كل تصرفاته، ما كانش بيعمل شو أو منظر عشان خاطر الناس تسقف وتحس المسيح عمل معجزة. كمان بعتقد من ضمن أهدافه أنه يعني المسيح شفوق ورحيم، فمن ضمن أهدافه أنه يعني يداوي الجرح اللي عند الأب والأم كمان، يعني يعرف أنه أب وأم هذه بنتهم وغالية عندهم، فتعاطف معهم يعني أكيد، يعني أنه يتحنن فيعطي المجد وفي نفس الوقت يشفي ويتحنن، يعمل أعمال الحب والرحمة الكثيرين حقيقي. ودي آية مكتوبة عن الرب يسوع لكل المجد. احنا برنامجنا في طريق الرحمن والآيتين اللي دايما بنستند عليهم بكل الفرح وبنصلي بيهم، لما جاء للمسيح أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي، فاللي بيدور على الطريق المسيح لكل المجد والطريق. والآية الثانية اللي بتوصل بقى الفكرة اللي بنحكي فيها، مكتوب إنه كان يجول يصنع خير في طريق الرحمن. يجول يصنع خير، مش بس كده، شاف المتألمين، شاف المرضى، شاف الحزانة، ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. فزي ما بتقول أخويا أشرف، حب ورحمة وشفقة من قلب المسيح للأسرة دي، وده كان بيثبت إيمان الناس الجديدة لسه ما تعرفش المسيح. ربنا كان بيستخدم المعجزات لتثبيت إيمان، أو لأن الناس تعرف أن فيه شخص وتأكيد الرسالة القوية اللي كان جاي بيها الرب لكل المجد. هل ما زلنا لحد الآن ننتظر عشان نآمن، ننتظر عمل خارق؟ الحقيقة لا. ربنا مش نحن، الناس بشكل عام. أنا بنتكلم كده إنه ربنا اتكلم بكل الوضوح في كتابه العظيم، الكتاب الوحيد اللي يطلق عليه الكتاب المقدس، هو الكتاب المقدس اللي أسفاره من سفر التكوين إلى سفر الرؤيا. ده الوحي الوحيد اللي جه للأرض من السماء، أنفاس الله المقدسة. فمن خلال الكتاب المقدس ربنا كلمنا، يقول لك في رسالة العبرانيين في القديم الله تكلم الأباء بالأنبياء والرسل قديماً،
كلمنا في الأيام الأخيرة في ابنه. طب إحنا أنا وإنتوا ما كناش موجودين لما جه المسيح ولما عاش واتصلب كل الحاجات دي، بس إحنا بنصدقها بالإيمان لأن الله حكالنا كل التاريخ اللي يحكى، لأن الكتاب المقدس مش كتاب تاريخي في الأصل، لكن عايز أقول سرد لنا كل الأحداث حقيقي اللي توصل لنا الإيمان المسيحي. فإحنا بنؤمن، يعني تذكر لما المسيح قال لتوما تعالى وحط إيدك وقال أتأكد. في الآخر بالضبط، وفي الآخر قال له طوبى لمن آمن ولم يرى. ولم يرى. مين دول اللي ما آمن ولم يرى؟ إحنا. فإحنا ربنا كلمنا من خلال الكتاب المقدس، لكن تعرف يا أخوي أشرف ما زال ربنا بيتكلم من خلال المعجزات، بيعمل معجزات بطرق متنوعة مع أشخاص متنوعين. اللي أنا عايز أقوله باختصار إن الله غير محدود، يتكلم بطرق غير محدودة لأي شعب غير محدود. طيب الآن المسيح يعني كأنه عاقب الأشخاص الذي يعني ما كانش عندهم ثقة إنه المسيح قادر يعمل هذه المعجزة، عاقبهم وما سمح لهمش يحضروا هذه المعجزة. هو مش بمعنى عقاب، لكن دايما عدم الإيمان، الرب مش بيحب عدم الإيمان، مع العلم أنه يشجع ولو الإيمان البسيط القليل. قال لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل، يعني أبسط زي حاجة صغيرة كده. لكن هم كانوا رفضين وبيعيطوا وبيبكوا، بس الرب كان عايز بصراحة. أخو أشرف أقول لك، مرات في ناس اللي كانوا بيعيطوا دول ممكن يعني يقول لك يعيطوا مع اللي بيعيطوا، مش حاسين بيهم، بس بيزيطوا في وسط الزيط. فالمسيح شايف الأكثر احتياجا للمعجزة هي الأسرة، الأب والأم المتألمين وموجوعين لأجل فراق بنته، فالناس دول مش هيفرق معهم الموضوع كتير. فالمسيح قال لهم اطلعوا عشان الحزن واليأس وعدم الإيمان اللي انتوا فيه، خدوا حزنكم وخلوكم برا. المجال اللي الله بيعمل فيه هو الإيمان. قال لمارسة ومريم إن أمنتي ترينا مجد الله. هم ما كانش عندهم إيمان ما استحملوش يشوفوا المعجزة، أو كانش عنده من الإنسان عمره معدود، يعني متى يولد ومتى تنتهي حياته. فالله يعني أعطاه عمر معين، انتهى عمره في هذا المكان. هل يحصل أنه يتغير عمر الإنسان؟ أنه المسيح كأنه كسر أو أضاف عمر جديد لهذا الإنسان، إذا كان قرار موتها أو نهاية عمرها وصل لهذه النقطة، فراح أضاف لها عمر ثاني، صح ولا لا؟ فهل هذا يحصل؟ الكتاب المقدس بيقول عن الرب الذي بيده أمرنا. فالله ليه كل سلطان وليه كل القدرة تبارك اسمه، فهو اللي في إيده حياة كل إنسان. مكتوب الذي بيده نفس كل حي وروح كل البشر، فالله عمل كده، ده دليل سلطانه على الحياة، فهو رئيس الحياة. رسول بطرس قال عن المسيح في سفر أعمال الرسل رئيس الحياة. فالرب ليه القدرة، وقال لمارسة إن أمنتي ترين مجد الله، فقلت له أنا عارف، أيوة أنت أخويا هيقوم في اليوم الأخير. قال لها أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا. بس إحنا كبشر بنخضع للأمور اللي ربنا سمح بها في طبيعة الحياة وناموس الحياة الطبيعي، فكل واحد ليه أجل، ليه عمر بينتهي فيه. بس مرات مثلا حصلت الملك حزقية بتاع العهد القديم اللي طلب ان ربنا يطول عمره، وطال عمره، ربنا اداله 15 سنة زيادة. 15 سنة بس، كانت أسوأ 15 سنة، دمر كل اللي عمله في عمره لانها كانت برا الحدود. ربنا سمح له وحب يوريله زي يعني انت عايز، طب خلاص شوف انت لو عشت هتعمل ايه. فالانسان ليه عمر، لازم اقتنع وادرك ان حياتي زي ما قال الكتاب بخار واستثمره. وما أنا جاي عند الحتة دي، بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. فأنا عايش، ربنا يدي كل المشاهدين كل العمر، بس انطالت ولا قصرت هتنتهي، هتخلص. فزي ما بيقول أخويا أشرف، علي مسؤولية أني أستثمر كل لحظة في عمري أقدمها المجد المسيح، أكون بركة ونفع وخير لكثيرين. طيب أخ منير، في ناس تحصل معهم نفس الحالة، بيوت يمكن الآن يشوفونا فيها حالة عزاء، في ناس كل يوم كل لحظة تتوفى، فأكيد كل واحد عنده نفس الأمنية، يا رب أقيم لي الشخص اللي أحبه العزيز اللي أشتي. ليش الله ما يتعاملش بنفس الطريقة مع الكل؟ لأني زي ما سمعنا إن الله حدد أجالنا. فربنا في حكمته بيعرف إمتى يأخذ وديعته.
وإدى عمر لكل إنسان. فبالنسبة للمؤمن بالذات المؤمن عنده رسالة بس يأديها الرب يقول له خلاص يا حبيبي أنت عملت اللي عليك يا ابني، تعال لبيت أبوك السماوي. يعني مخلوق من البداية لهدف معين. بالضبط. علشان كده الرسول بولس مثلا في صحيح احنا بنحب الحياة، لكن الرسول بولس في يوم من الأيام قال لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا. وما يثبت أنه الحياة مهمة. كمل الرسول وقال ولكن أن أبقى في الجسد ألزم من أجلكم، يعني أنا قاعد بخدمكم. فالمؤمن عليه أنه يعرف أنه موجود هنا على الأرض لرسالة ربنا أوجده علشانها، علشان كده إحنا موجودين على الأرض. أرجع تاني لسؤالك أنه في حاجة يعني موضوع الحياة والموت في أسئلة ملهاش إجابة. طيب ليه ربنا بيسمح لطفل عمره 8 سنين يموت بالسرطان؟ وأنا عايز أشجع أحبائي المشاهدين اللي بيروحوا يعزوا في مواقف زي كده، رجاء أنك ما تقولش لأم الولد اللي عمره 8 سنين تقول لها أي كلام تعزية فتجرح قلبها وتولع قلبها المولع لوحده. أجمل حاجة تتعرف في يعني كلام من نوعية صغير وما يستاهلش وحرام. ده الكلام ده فيه ملامة على ربنا. في كلام تاني أصعب، واحد يقول لها إيه يا أخويا أشرف، يقول لها ده كان وردة في الأرض بس ربنا استخسره في الأرض وبيحطه في جنينة السماء. فواحد مرة رد وقال يعني هو جنينة السماء ناقصة ورد، ربنا أخذ الوردة دي. مرات بنقول كلام ملوش أي معنى بيزود أو يقول يا حرام وكأنه يعني أنا في رأيي أكتر حاجة تعملها في المواقف اللي زي كده بكاء مع الباكئين. روح حسس الناس أن أنت واقف معاهم، واقف جنبهم، شاركهم مشاعرهم، احزن معاهم. ولو عملت حاجة اقرأ كلمة الله. أعظم حاجة تعزي في وقت الألم بعض المقاطع، كمان ما تختارش كلمة حاجة عشوائي برضو مناسبة للموقف نفسه، يعني مناسبة للموقف، وربنا يسكب روح تعزية من خلال وجودك. شاركهم عن صلاح الله بغض النظر إيش اللي حصل، بس الله يظل صالح. صحيح. أنا كنت في جنازة قريب وما عملتش حاجة إلا أن أنا كنت موجود مع الشخص يعني الموجود في أهل العزة. أهل العزة، وقال لي أنا مش ممكن أبدا أنسى أنك أنت جيت ووقفت معايا. بس مش مهم تعمل إيه، بس المهم أنك أنت تكون موجود وتبقى سبب تعزية للناس. فدي الفكرة اللي أنا عايز أقوله، أن الحياة قصيرة، طولت ولا قصرت هي قصيرة، هي زي ما قال هي نقطة، واحد قال هي نقطة على خط مستقيم له بداية وليس له نهاية. طيب إذا كان في خطة المسيح أنه يقيم هذه البنت، كان لازم أنه ينتظر أنه واحد يجي له، أو خطته أنه يشفيها كان لازم ينتظر أنه يروح لعنده شخص؟ ليش ما أخذش المبادرة وراح؟ يعني إيش السبب؟ نفهم الإجابة على السؤال ده في قصة العازر كمان. الرب يسوع لما قالوا له العازر الذي تحبه مريض، فرد عليهم رد قال لهم هذا المرض ليس للموت بل يتمجد ابن الله. فكان المسيح بيعمل هذا عشان يتمجد الله من خلال هذه المعجزة. فكان ليه قصد المسيح يعلن سلطانه على الحياة، يشجع التلاميذ بطرس ويعقوب ويوحنا اللي بعد كده هيكونوا رسل عظماء، يتحركوا في كل المسكونة، يفتن بيهم المسكونة في كل العالم، وكان يشجع الأهل ويعلن ليهم قدرته على الإقامة من الموت. فالله كان ليه غرض طبعا من إقامتها للموت، وإلا كان ممكن يشفيها زي مثلا معجزات عملها بكلمة في أماكن. وعايز أضيف، عايز أضيف نقطة في الحكاية دي، أن ربنا بيحب يسمع طلبنا. فكان الرب منتظر انه هل الرب عارف ان هيجي له واحد اسمه ييروس وهيشفي الست نازفه الدم، وبنت ييروس ديت بدل ما هيروح يشفيها هيروح يقومها من الموت؟ الرب عارف كل حاجه لان الكل مكشوف قدام ربنا. لكن ربنا بينتظر الطلب. في يوم من الايام الرب لما راح وقف قدام الراجل اللي قاعد على بركه بيت حزدة لمده 38 سنه، وقف قدامه الرب وقال له انت عايز ايه؟ ماذا تريد أن أفعل بك؟ لما الرب دعا بارتماوس الأعمى قال له أنت عايزني أعمل لك إيه؟ طب يا رب ما أنت على رأي بيتر دايما يقول لك ما أنت شايف يا رب أعمى يعني محتاج هي دي محتاجة سؤال؟ لا، الرب يحب يسمع
إقراري بحالتي. فأنا النهاردة آجي أقول له يا رب أنا ميت بالذنوب والخطايا. طيب يعني يمكن الموضوع هذا يكون شيق لناس كثيرين، خصوصا أنه معجزة من معجزات المسيح الذي نحن كلنا نؤمن أن المسيح عنده سلطان، صحيح، يقيم الموتى ويفتح عيون العميان. فاليوم نحن صلاتنا إلى الله أنه كل شخص يمر بظرف أزمة أو حالة عزاء أنه يروح للمعزي الحقيقي المسيح. فأشتك أنا تصلي للناس الذي يمروا بحالة أزمة، وبعدين بنختم مع الأخ منير بترنيمة من الترانيم الحلوة. أمين. أستأذنك أخو أشرف أقول كلمة بعد كده أصلي مع أخواتي اللي بيسمعونا. المسيح لكل المجد أقام شابة من الموت. في قصتنا النهاردة بتوضح أن الشيطان كل هدفه أنه يقتل الطاقة ويموت الشباب، بيموتهم بخطايا، ببعد، بشر، بنجاسة، بضياع، بمخدرات. أيوة. بس الشيء الرائع أن المسيح لكل المجد نفسه يرد ليك الحياة من جديد. هو رئيس الحياة، هو اللي يقدر يحول الموت لو ميت في الخطية، زي ما قال الكتاب أنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطأ. تعال اللي يعرف يحول الموت لحياة، تعال اللي يعرف ينتشلك، بس اطلب وقول له يا رب أنا بعلن احتياجي أنك تقيمني من الموت. وأصلي لأجل كل أسرة مجربة فقدت عزيز أو غالي، أو كل أسرة في ضيق في هذه الأيام في مرض صعب، أو لو أنت على فراش حاسس أنه فراش الموت والألم، هنصلي أن ربي يوصل لك ويشجعك ويقيمك الرب ويعطيك نعمة. ولو كانت مشيئة الله أنك تكون معاه في السماء، افرح وقول له يا رب اقبل يا رب وديعتي، واقبل توبتي، واقبل حياتي. غمض عينك، سكر عيونك، وصلي معايا في اللحظات دي باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، أمين. قول يا رب أنا بقبلك في حياتي مخلص شخصي، يا رب أنا أثق فيك، أؤمن بيك يا رب، أؤمن بلاهوتك، أؤمن بصليبك، أؤمن بتجسدك يا رب، إنك جيت يا رب على الأرض دي لأجلي ومت على الصليب علشاني. يا رب أنت الإله الحي اللي تقدر يا رب وقدرت تنتصر على الموت، وبنهتف معاك أين شوكتك يا موت، أين غلبتك يا هوية. يا رب بنصلي إنك تقيم ناس من الموت يا رب، من موت الخطية وموت الحزن، موت الاكتئاب والألم. أوصل لبيوت زي ما دخلت بيت ييروس، أدخل بيوت كثيرين بيشاهدون الآن على شاشة تلفزيون في برنامج في طريق الرحمن، وإنت في طريق الحب، وإنت في طريق الرحمة يا رب، أدخل بيوت كثيرين محتاجين لك في اسم المسيح. أدخل بيوت فيها حزن يا رب، ولما تدخل البيت الحزن يهرب والمرض يهرب واليأس يهرب، وترد الحياة يا رئيس الحياة لكل نفس طلبها. بشكرك لأن حلقة يا رب النهاردة بالذات بتلمس كثيرين متألمين يا رب. أنت معزي الحزانة، أنت اللي تسكب تعزيات، أنت قلت أنا هو الرب معزيكم. شكرك لأجل تعزيات السماء، وسلام يا رب لكل نفس مريضة متألمة حزينة فقدت عزيز أو قريب ليها في اسم المسيح. بشكرك لأنك شجعتنا بكلمتك ولمستنا وفرحت قلبنا وسمعتنا واستجبت لصلاتنا، وليك كل الإكرام والمجد. آمين يا رب. آمين يا رب. آمين. آمين. وبنختم بهذه الترنيمة ونعطي شكر للمستمعين، ونتمنى أن احنا نلقاكم في حلقة جديدة وبرنامجكم في طريق الرحمن. يا مالك الملوك، يا سيد الأسياد، بنحتفل بفدينا الحي من الأموات. قولوا معانا كمان مرة. يا مالك الملوك، يا سيد الأسياد، بنحتفل بفدينا الحي من الأموات. يا مالكنا، يا يسوع إلهنا الحي، يا مالكنا، يا إلهنا مالك زي. لما عينينا تشوفك، لما عينينا تشوفك، تملى حياتنا ضيق. يا مفتح العيون، يا صانع الآيات، دي أرضنا بتشهد لك وفي السماء علامات. يا مسيحنا، يا يسوع إلهنا الحي، يا مالكنا، يا إلهنا مالك زي. يا
مسيحنا يا يسوع إلهنا الحي يا يا مالكنا يا إلهنا مالك زي لما عينينا تشوفك لما عينينا تشوفك تملى حياتنا ضي تملى حياتنا ضي تملى حياتنا ضي. شكرا شكرا. صديقي صديقتي، بعد ما تابعنا حلقة اليوم أشتي أشجعكم إنكم ما تبخلوش علينا بالملاحظات والتعليقات، حتى إذا كان عندكم أي أسئلة أو اعتراض على الكلام الذي سمعتوه ما تترددوش، اكتبوا لنا أو اتصلوا فينا، عنواننا يطلع على الشاشة، تقدر ترسل إيميل، تقدر تتصل تلفون أو ترسل رسالة على الواتساب، أو ممكن تكلمنا على الفايبر، المهم تتواصلوا معنا، نحن دائما نرحب بكل تعليقاتكم وأسئلتكم. أتمنى أصدقائي أني ألقاكم في الحلقة القادمة من برنامجكم في طريق الرحمن.